التواصل يستمر مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، هكذا يسير على بركة الله وتوفيق شوطنا الثامن الخاص بمنافسة الجعدان، انطلاقة سليمة وموفقة نتمناها للجميع. نبدأ بالصدارة ونتابع المركز الأول والصدارة الأولى، هنا مشعل خميس بن محمد بالصوب لكتبي على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما نغلتنا على المركز الثاني، هذا لماح سالم بن سعيد بن كاسب لمسافري، بينما في المركز الثالث الحذر مايد بن محمد بن صالح بن زايد الفلاحي، هذا شعار أبو محمد متواجدا على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع ياتي شاهين هلال بن سعيد بن عبيد المزروع. أيوة خامس المراكز، المركز الخامس ياتي هنا الان وينضم الينا خداع هادي بن عبد الله بن سالم بن ركاض العامري، بينما في سادس المراكز في المركز السادس الحذر، الحذر سالم بن سعيد بن كاسب المسافري، وسابعا ياتي هنا عقاب علي بن يمعه بن خميس الغويص السويدي، وثامن المراكز هنا الشهم عبيد بن محمد بن مرخان الكتبي مع المركز الثامن، وتاسع المراكز شوف لي هنا عشاك عشاك اللي غادم محمد بن حمد بن فطيس المري، وعاشر المراكز في المركز العاشر هذا الذيب مطر بن عبد الله بن عمر الشامسي، هذه هي نتيجتنا وندائنا للعشر المراكز الاولى. وفينا لمسامعكم هذه الاسماء، ولكن عوده الى مقدمه الشوط، عوده الى الصداره الى المركز الاول، هذا شاهين هلال بن سعيد او هلال بن سهيل بن عبيد المزروعي على مقدمة هذا الاندفاع على المركز الأول يتقدم، بينما في المركز الثاني في المركز الثاني هذا لماح سالم بن سعيد بن كاسب المسافري، ولكن دير بالك يا مصورنا على عشاك اللي نعرف ماضيه جيدا، يتقدم في المركز الثالث لمحمد بن حمد بن فطيس المري، بينما في المركز الرابع في المركز الرابع مشعل خميس بن محمد بصوب الاكتبياتي ياتي الان على المركز الرابع، بينما في المركز الخامس هذا الحذر سالم بن سعيد بن كاسب المسافري، هكذا هي النتيجه والنداء للعشاء للمراكز الاولى المتقدمه. ولكن يا اخوان الغلاف الجو الاخير جوله الاوامر النهائيه، وهذا ما شاء الله وتبارك الله اللي حذرتكم منه، الان عندما انضم للخمس المراكز الاولى عشاق وسلاله عشاق، سلاله عشاق العاصفه وعشاق في الرصيد في رصيد سياره في رصيد سيارة في العام الماضي في سن الحقايق، لياتي في بداية الموسم في هذا الموسم ليقدم هذا العرض، ليستطيع لهذا الشاعر الكبير ما شاء الله وتبارك الله. مشكور يا ابو حمد، مشكور مشكور يا ابو حمد باسمي وباسم الجمهور على هذا العرض الممتاز اللي يقدمه عشاق، ننتظره ان شاء الله في المهرجانات القوية عندما عودتنا يا ابو حمد. مشكور يا محمد يا بن حمد يا بن فطيس المري على فوز وانتزاع عشاق لناموس هذا الشوط، بينما وصل في المركز الثاني متابعين الاعزاء اللي هو مدلل محمد بن حمد بن مشيط المري، والمركز الثالث كان الوصول متابعين الاعزاء من والم لعمر بن راشد بن سبت الخيالي، هذه هي نتيجتنا للثلاث المراكز الاولى. لكن عشاق يا علي بشرنا على التوقيت، تابع التوقيت 4 دقائق و32 ثانية ما شاء الله، حطم التوقيت عشاق، الله صدق من قال اليد بيود، بالفعل هذا هو عشاق في رصيد سيارة في العام الماضي ليأتي بهذا الظهور في بداية الموسم، ليبشر مالك محمد بن حمد بن فطيس المري بالإنجاز بالركض المتميز اللي يتوقعه منه بإذن الله تعالى. تهانينا والناموس له على هذا الفوز، يتألق بالنقطة الثانية في هذا اليوم، تهانينا والناموس للجميع.